السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى قضايا وأراء، ونناقش اليوم موضوع إسرائيل والثورات العربية. كان واضحا وملفتا متابعة إسرائيل للثورات العربية انطلاقا من تونس، لكن الثورة في مصر أقضت مضاجع صناع القرار في إسرائيل لما في ذلك من احتمالات، أقلها وقف تصدير الغاز المصري وآخرها اتفاقية كامب ديفيد. أما ثورة سورية فإنها تقع بين فكي كماشة سياسية بالنسبة لإسرائيل، أي ضمان للأمن ما بعد الثورة. الاحتمال الثاني خروج سوريا من التحالف مع إيران وحزب الله وأيضا الفصائل الفلسطينية. لقد دابت إسرائيل على القول إنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة العربية، وساعدها الغرب على تركيز هذه النظرية في العقول البشرية الغربية أولا ثم العالم العربي ثانيا، ليس لأنها ديمقراطية كما تقول، بل لأن الأنظمة العربية الدكتاتورية التي تحوط بها تعطي إسرائيل رونقا ديمقراطيا وليس ممارسة سياسية. هذه المفاصل نناقشها مع ضيفي البرنامج، فارس أبو هلال الكاتب والمحلل السياسي الاستراتيجي، أهلا أستاذ فراس، ودكتور مكرم خوري الباحث والمحاضر الجامعي، أهلا دكتور مكرم. دعني أبدأ معك أستاذ فراس في البداية. المخاوف الإسرائيلية من الثورة السورية، يعني توازي تلك المخاوف بالجانب الثورة المصرية، ولكن يبدو أنها فاقت أكثر، ليش؟ هو في الحقيقة أتفق معك بأنها فاقت المخاوف تجاه الثورة المصرية، وذلك من عدة منطلقات وهو ما أطلق عليه في يعني الدوائر السياسية والصحفية والبحثية في إسرائيل بخصوصية الوضع السوري. خصوصية الوضع السوري هو أن هناك أرض محتلة أو متنازع عليها وفق المفهوم الإسرائيلي بين إسرائيل وسوريا، ونتحدث هنا عن هضبة الجولان. النقطة الأخرى هو أن النظام السوري هو رسميا أو تقنيا كما يسمى هو في حالة عداء وفي حالة حرب مع إسرائيل، وهو أيضا ينتمي إلى يعني ما يعرف بتيار الممانعة أو المقاومة. ثالثا ليس هناك اتفاقية سلام بين إسرائيل وبين سوريا، وبالتالي فإن أي مخاوف تجاه الوضع في سوريا فيما بعد مرحلة الثورة ليس هناك من تتحاور معه إسرائيل. في حالة مصر كان هناك المجلس العسكري وهو مجلس منبثق أو هو كان جزءا من النظام السابق، فبالتالي كان هناك هيئة أو جهة أو لافتة يمكن الحديث معها، هناك معاهدة سلام. معروف أن أي انقلاب أو أي حدث أو أي تغيير أو أي ثورة عادة النظام الجديد في أغلب الأحيان يعلن التزامه في الاتفاقيات السابقة، وهذا ما حدث في مصر، فبالتالي هناك ضمانة لطبيعة العلاقة ما بين النظام المصري أيا كان شكله ومع إسرائيل، مع ربما اختلافات ربما نتحدث عنها في إطار الحلقة. ولكن فيما يتعلق بسوريا ليس هناك لافتة يتم الحديث معها، ليس هناك إطار قانوني مثل معاهدة سلام بين الدولتين. في هذه النقطة بالذات، المتعلقة بمعاهدة سلام، صحيح أنه لا يوجد معاهدة سلام، ولكن يوجد أقوى من معاهدة السلام بأن هذه الحدود آمنة منذ الحرب يعني 73 دون إطلاق رصاصة، فبالتالي أنه وكأنها يعني العرف يصبح أقوى من القانون. لا، هو هذا هنا هذا كان عامل تخويف وليس طمأنة لإسرائيل، بمعنى أن إسرائيل لا تطمئن بأن الحدود كانت آمنة، وبالتالي بعد الثورة إذا يعني برز أو أخرجت الثورة نظاما مختلفا عن النظام الحالي أنه سيكون هناك سيستمر حالة الأمن. على العكس من ذلك، أحد المخاوف الكبرى أو أهم تخوف لدى إسرائيل بكل أطيافها هو أن هذا النظام الذي يقولون عنه في كثير من الوسائل من كثر من الدراسات والأبحاث بأنه الشيطان الذي تعرفه، هذا الشيطان الذي تعرفه إسرائيل حمى من وجهة نظرهم طبعا حمى الحدود لمدة 40 عاما سواء كان حافظ الأسد أو نظام ابنه بشار الأسد. أما النظام القادم فهم لا يعرفونه، هو ربما شيطان أو ملاك بالنسبة لهم ولكنهم لا يعرفونه، فالشيطان الذي تعرفه خير من الذي لا تعرفه حسب وجهة نظرهم. دكتور مكرم، عندما تتحدث عن إسرائيل كأنها الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي أو في المنطقة العربية، الآن وفق هذه المخاوف وكأنها تفضل على بقاء الدكتاتورية في العالم العربي على أن تصبح هذه الأنظمة ديمقراطية غرار باقي الدول العالم.
أستاذ عصام، بودي التفريق هنا بين أمرين بما يتعلق في دولة إسرائيل، بين الائتلاف الحكومي الحاكم وخطابه السياسي والموقف السياسي أو موقف الحزبي أو موقف الأحزاب الإسرائيلية، وما بين المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة. أعيد، المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة هي شيء، والائتلاف الحكومي هو شيء آخر. من يحكم إسرائيل بالتحديد هو المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، وليس هناك أي فرق إذا كان حزب العمال أو حزب الليكود أو حزب آخر. وهذه المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة تم إرساء وترسيخ أيديولوجيتها واستراتيجيتها منذ عام 1935. وكيف حصل ذلك؟ يعني بالرغم من الحديث عن حوالي 80 سنة، نحن نتكلم عن نفس الشيء. ومن قام بترسيخ هذه الاستراتيجية؟ دافيد بن غوريون عندما باشر بعمله كرئيس للوكالة الصهيونية في عام 1935، وظل على يشرف ويرأس المؤسسة الإسرائيلية المخابراتية الاستراتيجية منذ 35 وبداية من 48 بعد النكبة وإقامة دولة إسرائيل، حيث ترأس أول حكومة إسرائيلية، وأيضا أصبح وزيرا للدفاع ولمدة عقد ونيف، يعني لمدة 30 سنة أرسى دافيد بن غوريون هذه الاستراتيجية. ومن بعده طبعا أعطاها إلى نائبه شمعون بيرس الذي هو الآن رئيس دولة إسرائيل. وبالتالي نحن نرى أن هناك استراتيجية إسرائيلية كاملة صهيونية متكاملة منذ الثلاثينات ولغاية هذا اليوم، وهي ما تطبق خلافا لما يدور في الخطاب السياسي الإسرائيلي إذا كان لنتنياهو أو باراك. طيب، أنا أفهم من هذا الطرح الذي تفضلت فيه بأنه لا يوجد يعني عناصر ديمقراطية للحياة السياسية في إسرائيل. هي في الشكل ديمقراطية، ولكن في المضمون حسب ما تفضل. نعم، هي الديمقراطية أو ادعاء أن دولة إسرائيل ديمقراطية هو ادعاء كاذب وادعاء بروباغندا لذر الرماد في العيون. هذا شيء معروف، ولكن الجماعة شاطرين في البروباغندا. يعني هم طبعا، إذا أنا دائما أقول لأصدقائي ولطلابي، إذا أردتم فهم المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة يجب عليكم خلط الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الألمانية مع بعض، وستخرج المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، إذا كان بمفهوم البروباغندا أو العسكرة أو الدكتاتورية الغير مباشرة. ولكن الجماعة يروجون لكذبة صدقها الجوار العربي للأسف أو بعضه، وبالتالي هم يروجون لذلك. ولكن ليس هناك، إسرائيل لا تعمل بشكل ديمقراطي على الإطلاق، وسنفسر ذلك. أستاذ فراس، يعني هذه النقطة المتعلقة بالديمقراطية والديكتاتورية، طبعا ما يمكن أن تراه في إسرائيل يشكل حالة قياسا إلى الديكتاتورية الموجودة في أنظمتنا العربية وكأنها فعلا ديمقراطية. طيب كيف يعني نقدر نشرح للناس أنه يا أخي لا، في فرق كبير ما بين هذه الأنظمة وما بين تلك الديمقراطية؟ نعم، هو الحقيقة ليس هناك ربما ديمقراطية كما تفضل الدكتور مكرم، ولكن هناك مؤسسة ديمقراطية، بمعنى هناك برلمان منتخب يفرز يعني حكومة برلمانية، هناك رئيس أيضا ينتخبه البرلمان، إذن هناك مؤسسات برلمانية. لكن خلف هذه المؤسسات الديمقراطية هناك أسس تحكم هذه الدولة، هناك الجيش، هناك المخابرات، الأجهزة الأمنية الكبيرة المتضخمة، هناك دور كبير للمستوطنين في صناعة القرار الذي أصبح حتى بالنسبة لكثير من الإسرائيليين يمثل تهديدا للدولة الإسرائيلية، هناك المؤسسات الدينية بمختلف أشكالها سواء كانت أحزاب أو يعني هاخامات أو غيره. إذن هناك كثير من الأطر خلف المؤسسات التي تبدو وكأنها ديمقراطية تحرك العملية في أو تدير العمل في إسرائيل. ولكن هذا لا يعني بأن هذه الديمقراطية يعني هي شبيهة بما يعني موجود في الدول العربية. وهنا كما تفضل الدكتور، نجحت البروباغندا الإسرائيلية أنها وهي أنا أعتقد أنها لم تكن تريد أن توجه هذه البروباغندا للعالم العربي، وإنما للغرب، لتقول للغرب بأننا نحن الدولة الديمقراطية الوحيدة وسط هذا المجتمع الدكتاتوري. لغاية الآن كويس. الآن جاءت هذه الثورات العربية وأقل كلمة تقال فيها حرية وبس. نعم.
هذه الحرية مفترض أن تؤدي إلى ديمقراطية، لماذا تخشى إسرائيل هذه الديمقراطية؟ لأن إسرائيل تريد لنفسها أن تظهر وأنها هي الديمقراطية الوحيدة في العالم، هذه في المنطقة العربية، هذه هي مصدر قوة، يعني هي ليس موضوع مبدئي، نعم. ليس موضوع أخلاقي، هي ليست قضية أخلاقية أو مبدئية تنطلق منها إسرائيل. إسرائيل تريد أن تقول للعالم، للغرب تحديدا وللرأي العام الغربي، بأننا نحن ديمقراطيون. الآن عندما تصبح دول ديمقراطية بجانبها، هذا تهديد لهذه الأطروحة التي تقدمها. يعني قد يكون هذه عوامل مساعدة لإزكاء حالة من الهدوء وحالة من السلام وحالة من الاستقرار. على كل حال يعني هذا تفضل. عفوا دكتور، بس هي هنا ملاحظة، هناك نوع من ما يسمى بالديلمة، أو هناك نوع من النقاش الكبير حول هذا الموضوع في إسرائيل. هناك كثير من المؤسسات أو الدارسين أو الباحثين يطرحون بأن الديمقراطية على المدى البعيد في الوطن العربي ستكون لصالح إسرائيل، انطلاقا من ما تفضلت به، ولكن العاملين بالسياسة والعسكر وغيرهم، لأنهم يدركون في دواخلهم بأن الديمقراطية الإسرائيلية ليست قضية مبدأ وإنما بروباغندا، يخافون من الديمقراطية العربية، ويقولون وقالها نتنياهو بالنص، الاستقرار أهم من الديمقراطية. طيب يعني هنالك طبعا يعني في ملاحظة أنه بعض الناس الذين يعملون في السياسة في إسرائيل، أنا في اعتقادي لا يوجد أحد يعني سياسي، كلهم عسكر، نعم. ومع الوقت يعني يتبادلون الأدوار. دكتور مكرم، عندما تتحدث الولايات المتحدة مثلا عن سياسة نشر الديمقراطية في العالم، فمن الأحرى بما أن إسرائيل هي الحليف الأساسي والرئيسي أن تسعى إلى نفس الشيء، لكي يصار إلى نوع من إيجاد مناخ يعني حضاري، مناخ تواصلي، مناخ يعني يساعد في الاستقرار بالمنطقة. هذه النظرة الإسرائيلية التي فيها الخشية، فيها الخوف، فيها القلق، كل هذا ليش؟ يعني أنه إذا تغير الوضع في سوريا، من قال أنه سيكون أسوأ أو أحسن؟ إسرائيل، ونعود لإستراتيجيتها، تقسم العالم العربي إلى ثلاث جبهات: الجبهة الجنوبية مصر، الجبهة الشرقية الأردن والعراق، والجبهة الشمالية بالتحديد هي سوريا. إذا ما قرأنا كل الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلية، إذا كان من قسم أمان في الجيش أو غيره، أنت لا تلحظ أي كلام سياسي فيه خطاب سياسي، الكل كلام استراتيجي. مثلا يتكلمون عن قناة السويس، هذا الموقع الاستراتيجي والممر الذي يجب أن يكون آمنا دائما. يتكلمون عن الأردن والعمق الاستراتيجي للأردن، أو ما يسمى بالإنجليزية البفر زون، وما هو مدى الخطر العراقي الذي كان، ولذلك هم طبعا كانوا لعبوا دورا كبيرا بهدم العراق ودولة العراق والمجتمع العراقي والشعب العراقي. ولديك طبعا الجبهة السورية، وهي الجبهة الوحيدة التي تبقت لإسرائيل بأن تهدمها، وهي أمام أمرين: إما أن تشل سوريا من وتقطعها من إيران، وبالتالي تسقط سوريا بين يديها. لا، هذا احتمال من الاحتمالات، نعم. التي تنظر إليها إسرائيل حاليا، وتعتبر بأنه قد يكون أحد أفضل النتائج للثورة السورية إذا تغير النظام، نعم. إخراج سوريا من دائرة، نعم، ولكن إخراجها لماذا؟ هي لا تريد إخراج سوريا من دائرة التأثير الإيراني فقط لأنها لا تحب إيران أو الملتحين في إيران، لا أستاذي، هي تريد أن تسيطر على سوريا لكي تسيطر على مصادر المياه. أنت لديك من الليطاني إلى دجلة إلى الفرات بين سوريا والعراق، نحن نتكلم عن سيطرة على مصادر المياه. ومن يقرأ مذكرات بن غوريون، ومن يقرأ كل يعني طبعا هذا حلم إسرائيل الكبرى، حلم إسرائيل الكبرى بين النهرين، نعم. على كل حال دعني أنتقل إلى أنطوان شلحت، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ينضم إلينا الآن. سيد أنطوان، يعني طبعا عندما نقول عن أن إسرائيل تتابع بقلق ما يجري في سوريا، هنالك مفهومين حسب يعني المعلومات الأولية، بأنها قد لا تكون متمسكة بالنظام في سوريا إذا تمكنت الثورة من إخراج سوريا من التحالف مع إيران وحزب الله والفصائل الفلسطينية. البعض الآخر يقول بأنه خسارة هذا النظام، خسارة لإسرائيل التي رأت في هذا النظام بأنه عامل استقرار لحدودها وخصوصا في منطقة الجولان.
شو أنت كيف ترى وكيف تتابع هذا الموقف؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولضيوفك في الاستوديو. طبعا يعني هناك عدة سيناريوهات تحاول إسرائيل أن تقارب بواسطتها أحداث الانتفاضة في سوريا. هناك سيناريوهات تتحدث يعني عن احتمالات، وهناك سيناريوهات تتحدث عن رغبات. بالنسبة للسيناريو المرغوب ربما أو المشتهى من ناحية إسرائيل، هو طبعا أن يسقط النظام في سوريا وأن يحل محله، هكذا يقولون بصريح العبارة، نظام سني يكون مواليا للغرب ويشكل مع تركيا هلالا شماليا سنيا في مواجهة الهلال الشيعي المؤلف من إيران وحزب الله، ويكون بديلا من ضعف التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل ومصر. هذا السيناريو المرغوب إسرائيليا. ولكن هناك سيناريوهات تتحدث عن احتمالات، منها احتمال أن يبقى هذا النظام. وأنا في رأيي المتواضع أن هناك في إسرائيل من يقول إن من الأفضل لإسرائيل أن يبقى هذا النظام، لأنه لن يكون كما كان في السابق، وأحداث هذه الانتفاضة ستؤدي إلى ضعفه على المستوى الاستراتيجي. فضلا عن ذلك، فإن هذا النظام حتى عندما كان في أوج قوته كان عاملا مهما في الاستقرار الإقليمي. بأي معنى؟ بمعنى أن، ولكن أستاذ أنطوان، يعني هنالك من يقول يعني بأنه هذا النظام ما بعد هذه الانتفاضة إذا بقي فسيكون متشددا أكثر، لأنه يريد أن يعطي لنفسه بعض الشرعية التي فقدها في الشارع السوري. بدون شك يعني هناك من يعتقد ذلك. طبعا ليست هناك وحدة في الآراء بالنسبة لمثل هذه الانتفاضة. هناك من يقول إن بقاء النظام سيسفر عن تشدده أكثر، وخاصة عن دعمه لما يسمى بالفصائل الإرهابية بحسب القراءة الإسرائيلية، وسيعزز تحالفه مع إيران. ولذلك التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن الانتفاضة تحرص أكثر من شيء آخر على إبراز دور الحرس الثوري الإيراني ومقاتلين من حزب الله في محاولة حماية كرسي الرئيس السوري الأسد الذي يهتز، في إشارة إلى أن هذا النظام مرتبط حتى النخاع بما يسمى محور الشر وفي مركزه إيران. ولذلك فإن بقاءه سيكون مرهونا بالمساعدة الكبرى التي تقدمها هاتان الجهتان لهذا النظام. ولكن هناك من يعتقد أن بقاء النظام على الرغم من الانتفاضة التي حدثت يمكن أن يتأتى عنه وهن في السياسة التي يتبعها، وأن يعيد حساباته حتى فيما يتعلق بإسرائيل. طبعا هناك سيناريوهات أخرى تتحدث عن قبل عرض هذه السيناريوهات أستاذ أنطوان، يعني هنالك يعني تحدثت عن سيناريوهين، رغبات إسرائيلية ويعني نوع يعني ما تشتهي إسرائيل بالنسبة للانتفاضة في سوريا. هنالك من يسأل إنه هل هنالك دور إسرائيلي في الانتفاضة، دور تأثيري، أو إنه قد يكون في المستقبل قد يكون هنالك تخطيطات لإعادة تدخل مثلا أو مشاركة سياسية بشكل مختلف؟ نعم، أنا أعتقد أن الدور الإسرائيلي يعني قائم، ولكن يبدو لي أنه وين قائم؟ يعني يدخل في إطار المسكوت عنه، لأنه هناك أشياء لم يكشف عنها النقاب. هناك تلميحات إلى ضرورة أن تقيم إسرائيل قنوات اتصال مع ما يسمى بالمعارضة السورية، ومثل هذه القنوات قائمة في الواقع. يعني هناك عدد من، شو المعلومات بهذا الموضوع؟ يعني هناك مثلا أحد زعماء هذه المعارضة وهو أعتقد الغادري، فريد الغادري، يعني هذا يعني غير يعني لا هو يعني له دور في المعارضة الخارج ولا في الداخل، لا في العير ولا في النفير بالضبط، يعني بالكاد يعني يمثل نفسه. يعني بدون شك أن مثل هذه الأمور لا نملك الأدوات الكافية للاطلاع عنها، ولكن نحن نتحدث على لا يعني عندما تكون القضية قضية شخص لا يمكن البناء عليها أستاذ أنطوان، وأنت يعني أكبر في هذا الموضوع. نتحدث، دعني أخي الكريم، نحن نتحدث على مستوى الدلالة السياسية. نعم. مستوى الدلالة السياسية يعني عندما تحلل النص الإسرائيلي
فيما يتعلق بكل ثورات العالم العربي، تشعر أن هناك دورا لإسرائيل في مثل هذه الثورات؟ أنا لا أتحدث ربما عن دور عملاني أو دور ميداني، ولكن فيما يتعلق مثلا بموقف الغرب وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، يعني بالإمكان أن تلاحظ أن هناك تباينا ما في الموقف بين إسرائيل والدول الغربية فيما يتعلق مثلا بسوريا. يعني إسرائيل مثلا منزعجة جدا من مما تسميه الكيل بمكيالين في العالم الغربي، الموقف إزاء الثورة في ليبيا والموقف إزاء الثورة في سوريا، مع أن الأوساط الإسرائيلية الرسمية لا تدعو جهارا إلى التدخل في الشؤون الداخلية السورية في الانتفاضة السورية، ولكن هناك أصوات تقول بصراحة أن هذا الموقف عدم التدخل لوقف أعمال القمع والمجازر التي تجري في سوريا هو بمثابة رياء غربي، وأن هذا سيتسبب بأن يدفع ثمنا باهظا تعود تبعاته على إسرائيل وعلى سياستها الإقليمية. يعني لا يمكن طبعا أن نرى أن الدور الإسرائيلي في إزاء هذه الثورات وخاصة إزاء سوريا وإزاء مصر أيضا باعتبارهما دولتين مركزيتين في الشرق الأوسط، لا يمكن أن نسلم بأن هذا الدور هو دور المحايد والمراقب والمطلع عن كثب. بالضبط. يعني لو انطلقنا من هذه الفرضية أستاذ أنطوان، يعني هنالك في القاهرة تم إلقاء القبض على جاسوس إسرائيلي متلبسا. نعم. يعني كان هنالك محاولة، كان هنالك دور فعلي على الأرض. يعني هل تعتقد أنه يمكن أن يكون هنالك شيء مماثل في الحالة السورية؟ وباختصار حتى أنتقل معك إلى الموضوع المتعلق بالجانب المصري قبل يعني أن ننهي هذه المقابلة معك إذا ما أمكن. نعم، يعني أنا أعتقد أن يعني احتمالات ذلك هي احتمالات كبيرة، ولكن يعني مثل هذا الأمر الآن لا توجد إشارات قوية إليه، وربما يتكشف في سياق لاحق. يعني مثلما مثلا تكشفت كل شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان بعد حرب تموز 2006، ربما يعني الأيام المقبلة ستحمل لنا المزيد من الشواهد على الدور الإسرائيلي في هذه الانتفاضة، من دون طبعا أن يعني ذلك أننا ندين الانتفاضة بسوريا بأنها إسرائيلية الطابع والهدف. بالضبط. طيب استاذ انطوان، يعني لو نقلنا يعني بعض الشيء يعني ولو باختصار يعني على الموضوع المصري، الخوف الاسرائيلي من الواقع المصري الجديد. يعني نعم، الخوف الاسرائيلي تمثل في امرين في البدايه. يعني اسرائيل استشعرت الخطر من ثوره 25 يناير في مجالين رئيسيين، اولا ان تقدم السلطه الجديده في مصر التي اتت بها الثوره على إلغاء اتفاق السلام الإسرائيلي المصري، وهو يعتبر ركنا أساسيا فيما نسميه السلام الإسرائيلي أو الباكس الإسرائيلي في الإقليم. يعني مثل هذا الاتفاق أتاح مثلا لإسرائيل أن تشن عدة حروب وعمليات عسكرية واسعة النطاق منذ توقيعه حتى الآن، من دون أن تحرك مصر ساكنا لصد العدوانية الإسرائيلية والسياسة الهوجاء. الخوف الثاني هو أن يحدث تقارب بين السلطة الجديدة في مصر وبين إيران، لأن إسرائيل لا تزال تعتبر أن الخطر الإيراني بين مزدوجين هو الخطر الوحيد الماثل أمامها في حال تحولها إلى دولة نووية. حاليا بعد مرور نصف عام على الثورة المصرية، بالإمكان القول أن الخشية الإسرائيلية من هذين الأمرين قد خفت حدتها بعض الشيء، وذلك لأن هناك شبه تأكد إسرائيلي من أن مصر بأي سلطة كانت ستأتي في المستقبل لن تلغي اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني لأسباب اقتصادية، ولأن الولايات المتحدة هي الضامن لهذا الاتفاق. كذلك هناك شبه تأكد من أنه لن يحدث تقارب بين مصر وإيران، وبالتالي فإن مصر لن تكون جزءا نشطا وفاعل مما يسمى محور الشر، وإن كانت هناك مخاوف أو خشيات من أن تتسلم إدارة هذه السلطة حركات إسلامية راديكالية تعتبرها إسرائيل عدوة لها، أستاذ، لأن القضية تحيل إلى مسألة شرعية إسرائيل في الإقليم. أنطوان شلحت خبير الشؤون الإسرائيلية كنت معنا، شكرا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، سنتابع أثار المخاوف الإسرائيلية أو بالأحرى المخاوف الإسرائيلية من الثورات العربية بعد قليل، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدي الكرام في متابعة لموضوع اليوم، مناقشة موضوع اليوم، وهو المتعلق بإسرائيل والثورات العربية. أعود لضيفي هنا في الاستوديو فراس أبو هلال، الكاتب والمحلل السياسي الاستراتيجي. أشار قبل قليل أنطوان شلحت إلى يعني نوع من الارتياح الإسرائيلي في الموضوع المصري، لكن هنالك من يقول بأنه الموضوع المصري لم ينتهي بعد، وبالتالي أن كل الاحتمالات ما زالت واردة، خصوصا على ضوء ما جرى في الجمعة الأخيرة، هذه الجمعة جمعة لم بشمل، التي أظهرت أن هنالك حالة إسلامية متقدمة أبرزت وأظهرت نفسها بشكل واضح على الساحة المصرية. شو رأيك؟ هنا أنا أريد أن أختلف في جزئية بسيطة مع الأستاذ أنطوان حول موضوع التخوف من إلغاء كامب ديفيد. التخوف من إلغاء كامب ديفيد كان موجودا منذ بداية الثورة، هذا صحيح، ولكن التخوف الأكبر هو مما كان يقدم النظام المصري أكثر مما تتطلب منه اتفاقية كامب ديفيد. الحديث في مراكز الدراسات الاستراتيجية في إسرائيل يتحدث عن 30 عاما من حماية كاملة للحدود بواسطة الجيش المصري. يعني إسرائيل كانت تخفض ميزانية الدفاع لديها بنسبة كبيرة بسبب هذا الموضوع. هناك ارتفاع، أعتقد هناك تخفيض حوالي 25% إذا لا أذكر الرقم، 25% من الميزانية الدفاع الإسرائيلية بعد وصول الرئيس حسني مبارك إلى السلطة، لأنه كان يقدم أكثر مما تتطلب منه اتفاقية كامب ديفيد. هناك اتفاقات اقتصادية، أشهرها اتفاق الغاز الذي كان يوفر على إسرائيل ملياري دولار سنويا، وأيضا يحل لها مشكلة الطاقة. هناك حماية الحدود على قطاع غزة، وليس فقط على الحدود مع يعني بين دولة إسرائيل وبين مصر. إذن هذا هو ما تخشاه إسرائيل أكثر من كامب ديفيد، لأنها كان هناك نوع من الارتياح بأن كامب ديفيد كما تفضل الأستاذ أنطوان لن يتم إلغائها على الأقل في المستقبل المنظور، لأن أي نظام سيأتي سيكون له حاجة لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة وحاجة للاستقرار الاقتصادي وحل الإشكالات التي تعاني منها مصر في هذا الاتجاه. فإذا برأيي بأن المخاوف الإسرائيلية مستمرة، ولكن مخاوفها تتعلق أساساً بقضايا الدفاع، وثانيا في موضوع الغاز. إشارة فقط بسيطة أن بعد ثورة يناير وبعد سقوط مبارك ربما بشهر أو أقل من شهر تم رفع ميزانية الدفاع، فعلا تم تقديم ميزانية للكنيست وتم رفع ميزانية الدفاع فعلا لأغراض لتعويض ما كان يقدمه الجيش المصري من حماية للحدود بين إسرائيل ومصر. دكتور مكرم خوري، هنالك من يقول بأنه يعني إسرائيل في الواقع المصري تحصد ما زرعته، يعني لو تمكنت مثلا من إعطاء الرئيس المصري بعض المكاسب السياسية التي كان يمكن له أن يعتمد عليها في مواجهة يعني الداخل المصري لكانت الأوضاع اليوم مختلفة، ولكنها أخذت منه إلى آخر نقطة ومن ثم رمته وإذا بها تواجه هذه الحالة. شو رأيك؟ أم إسرائيل صحيح أنها وقعت اتفاقية سلام مع مصر واتفاقية أخرى مع الأردن، إلا أنها لم تتحول إلى صاحبة رؤية سلمية حقيقية. اتفاقية السلام مع النظام المصري أو مع السادات كانت اتفاقية لضمان أمن إسرائيل وإعطائها الحق بالتصرف وبأمان واستعمال المياه الإقليمية المتوسطية واستعمال قناة السويس، وبالتالي عن طريق طبعا إلى المحيط الهندي، فضمنت هي هذه الجبهة الجنوبية. وبالتالي توقيع السلام لم يكن توقيع سلام بين شعبين، لا بل كان فقط بين نظامين، وإسرائيل كانت الكاسبة. هذا الواقع ونحن نقول اليوم أنه لو ساعدت إسرائيل مصر في إعطائها بعض المكتسبات للجانب الفلسطيني، سواء من حيث إقامة الدولة أو من حيث بناء مؤسسات الفلسطينية، يعني كان يمكن للرئيس المصري أن يقول للشعب المصري هذا ما حققه السلام. ولكن بعد 30 عاما لم يتمكن الرئيس المصري من إنجاز اتفاق، يعني أنت تذكر يعني ما حصل في غزة، لم يتمكن من إنجاز اتفاق فتح معبر
لا هي يعني كيف هي تريد هي يعني من هذه ما فعلته إسرائيل هو شلت النظام المصري ووضعته في قفص معين وكبلت يديه في اتفاقيات يعني هذا ما أقوله اقتصادية هذا ما أقوله وكبلت يديه في اتفاقيات اقتصادية وبقيت القضية الفلسطينية أكبر حتى مما كان يفكر أن ينجز أو يفعل النظام المصري. إذن هي كبلت مصر من ناحية واحدة من هذه الجبهة الاستراتيجية الجنوبية وأمنت نفسها عسكريا وأمنت استعمال طبعا قناة السويس. أما بالنسبة للجبهة الشرقية وهي جبهة الأردن أيضا هي أمنت هذه الجبهة وفرزتها كليا وما تبقى لها الجبهة السورية وهي الآن تعمل على قطع هذه الجبهة. السؤال اليوم أنه لو استطاعت إسرائيل أن تستبق الأمور وقدمت بعض يعني المكتسبات السياسية التي كان يمكن للرئيس المصري أن يفاخر بها على الجانب الفلسطيني لما كانت اليوم في هذه حالة القلق التي تعيشها من الثورة المصرية. لا يمكن. الموضوع الفلسطيني أكبر من الدولة المصرية. الموضوع الفلسطيني يتعلق ليس فقط بسياسة إقليمية أيضا في سياسة دولية. نحن لا نتكلم نحن عن مصر فقط، نحن نتكلم عن السعودية وعن تركيا وعن إيران وعن الدول الأوروبية وعن أمريكا. إذن الموضوع الفلسطيني هو أكبر جدا مما يمكن أن نتخيله أن يكون فقط بأيدي النظام المصري، وأن نقول لو قام النظام المصري بأخذ أو لو قامت إسرائيل بإعطاء هذه الهدية أو تلك لكان لديه بعض الكروت أن يبرزها أو البطاقات أن يبرزها أمام شعبه. لا أستاذ عصام، الموضوع الفلسطيني أكبر جدا من الموضوع الإقليمي، وهو أيضا كان موضوعا في الحرب الباردة وما زال موضوعا بين روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ومجلس الأمن كله. طيب دعني أشرك عريب الرنتاوي الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا الآن من عمان. أستاذ عريب، يعني طبعا استمعت إلى بعض الشيء مما نناقش في الموضوع خصوصا بالنسبة إلى إسرائيل والثورات العربية. هنالك من يقول بأن هنالك خوف وقلق إسرائيلي من هذه الثورات، البعض الآخر يحذر من إمكان تدخل إسرائيل في هذه الثورات بما يحيدها عن توجهاتها وأهدافها ورأيها. باعتقادك هل هذا ممكن؟ يعني اولا الخوف الاسرائيلي من الثورات العربيه خوف حقيقي ابرزته في الحقيقه الصحافه ووسائل الاعلام، مراكز الدراسات، التقارير التي صدرت عنها، تصريحات كبار المسؤولين. اسرائيل اعتادت في الحقيقه ان تتعامل مع نظم عربيه ديكتاتوريه، عموما نظام الفرد الواحد والزعيم الاوحد، وبالتالي كان يمكن في الحقيقه الوصول الى تسويات بين اسرائيل وبين هؤلاء، بين طغمه قليله يعني من الافراد يعني تتولى مقاليد السلطه والقرار في هذه الدوله العربيه وتلك. اما الان عندما تلوح في الافق في الحقيقه بوادر مشاركه شعبيه في صنع القرار السياسي والاستراتيجي يعني والامني العربي، قوى سياسية من مشارب مختلفة من اتجاهات وخلفيات سياسية وفكرية مختلفة، إسرائيل في الحقيقة بدأت تفقد القدرة على التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع والمواقف والتطورات والأحوال. من يستطيع أن يتنبأ بمستقبل مصر بعد 5 سنوات أو 3 سنوات أو 2 أو حتى سنة واحدة، أو يتنبأ بمستقبل الوضع في سوريا أو غيرها من الدول العربية التي تشهد حراكا نشطا؟ هذا أمر بالنسبة لإسرائيل أمر مقلق في الحقيقة، ولقد رأينا كيف بدأ ذلك ينعكس يعني على الخطاب السياسي وعلى النظرية الأمنية الإسرائيلية بشكل أو بآخر. بدأنا نرى إسرائيل تتحدث يعني عن الجبهة الشرقية من جديد بعد سنوات من الصمت. هذه المرة يعني هناك إشارات إلى أن هذه الجبهة قد تمتد إلى طهران، في إشارة إلى وقوع العراق تحت السيطرة الإيرانية. بالمناسبة لاحظنا بالأمس يعني بناء جدار عال يعني على جبهة الجولان التي ظلت هادئة طوال سنوات طويلة. من يضمن هدوء هذه الجبهة بعد إن حصل التغيير في سوريا؟ هذا أيضا من المؤشرات في هذا المجال. البعض يقول أن إسرائيل تتخذ من كل ذلك ذرائع يعني ومبررات لتعطيل عملية السلام، لتعطيل انسحابها من الضفة الغربية، لتبرير استمساكها بغور الأردن والجولان المحتلين وغير ذلك. هذا صحيح، ولكنه الآن مبني في الحقيقة على فرضيات بمعنى تنتمي إلى ما يمكن تسميته بحالة عدم الاستقرار والمرحلة الانتقالية التي تمر بها دول عربية كثيرة في هذا المجال. ثم أن الحراك العربي
العربي وإن لم تكن القضية الفلسطينية في قلبه إلا أنها ليست بعيدة تماما عن هذا الحراك، وفي ظني أن القوى الممسكة بزمام هذا الحراك أو القوى الصاعدة على أكتافه لا فرق، يعني قوى لها خطابها فيما خص الصراع العربي الإسرائيلي وفيما خص القضية الفلسطينية ومستقبل السلام مع إسرائيل وغير ذلك. لذلك إسرائيل تتعامل مع بيئة عربية متغيرة، بيئة ليس من السهل الآن تعريف يعني المهددات، مهددات الأمن الوطني الإسرائيلي. طيب أستاذ عريب، يعني هذا جانب يعني فهمناه أو يعني بات يعني معروفا وواضحا. النقطة الثانية المتعلقة بهذا الموضوع أنه يعني إذا كان هنالك من متغيرات إلى هذا الحد وإلى هذا الحجم الذي يدفع بإسرائيل إلى القلق، ألم يكن من الممكن على الجانب الإسرائيلي أن يعمل على إحداث بعض التغيير في رؤيته السياسية والاستراتيجية باتجاه العالم العربي؟ فخلاف ذلك يعني لاحظنا أنه هنالك إصرار على اعتبار إسرائيل يهودية، وهنالك إصرار على مزيد من المستوطنات، وهنالك رفض للقدس ولا بأي شكل من الأشكال أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية. فإذا يعني هذا كيف بتشوفه بالسياسة؟ القراءة الإسرائيلية في الحقيقة تذهب باتجاه مغاير بهذا المعنى، يعني تماما كما يعني تصرف بيغن زمن المفاوضات في موضوع سيناء ورؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في مفاوضات أوسلو وما بعد أوسلو. إسرائيل يعني الخط الثابت والحاسم لديها أنها لن تخلي أي مساحة حتى ولو ضيقة من الأرض إلا إذا ضمنت في الحقيقة يعني أمنا ليس على المدى المباشر والفوري وإنما على المدى الاستراتيجي بهذا المعنى. ولذلك هي تنظر لهذا الحراك بوصفه حامل بعناصر ومهددات كثيرة بهذا المعنى، فهي تنكفئ إلى نظرية القلعة بوصفها خط الدفاع الأول والأخير عن هذا الكيان، البروج المشيدة يعني. نعم، قبل ذلك هي حاولت في الحقيقة التدخل لمنع هذه التغييرات التي تجري في العالم العربي، ولقد شهدنا حالة الاستنفار التي عاشتها الدبلوماسية الإسرائيلية دفاعا عن مبارك، حسني مبارك أولا، ومن ثم دفاعا عن النظام المصري بدون مبارك عندما يعني بدأت تتحدث عن عمرو سليمان كبديل مقبول ربما للمبارك المخلوع، ثم الإنقاذ النظام بدون بعض رموزه. لكن إسرائيل ليست لاعب قادر على التقرير في مسار الحراك الشعبي والسياسي العربي. إسرائيل ليست قوة قادرة على التأثير على هذا الحراك إلا من بوابة الضغوط التي يمكن أن تمارس على النظم القائمة الجديدة. يعني نحن الآن نشهد صراعا إقليميا ودوليا على مصر، عبر هذه البوابة وبالذات من البوابة الأمريكية تستطيع إسرائيل عبر اللوبي الإسرائيلي أن تحاول أن تضغط على النخبة المصرية الجديدة المتنفذة والحاكمة لكي تحافظ على التزاماتها تجاه إسرائيل، ولكي تستمسك بالاتفاقيات المبرمة، ولكي تحتوي في الحقيقة هذه الموجة الثورية العارمة التي اجتاحت مصر انطلاقا من ميدان التحرير. عبر هذه البوابة تستطيع إسرائيل أن تؤثر جزئيا. نعم. ولكن فيما خص الحراك الجماهير العربي إسرائيل ليست لاعبا على الإطلاق ولا في أي دولة عربية على الإطلاق. ريبر ننتاوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك على هذه المشاركة، كنت معنا من عمان. عودة إلى ضيفي هنا في الاستوديو فراس أبو هلال. أستاذ فراس، كنا نتحدث أنه هذا الإصرار الإسرائيلي على البقاء في نفس الموقع، إسرائيل دولة يهودية مستوطنات ومن ثم رفض القدس كعاصمة، طيب هذا الموضوع يعني في الجانب الفلسطيني كيف بده يتعامل معه وقت اللي بيشوف انه الثورات العربية عم تعمل هذه الحالة وفي خطابها القضية الفلسطينية؟ هو الجانب الفلسطيني المشكلة فيه، هو في ما يعرف الآن بالقيادة الفلسطينية، وهي منظمة أو ما تبقى من منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة. هذه السلطة لم تستوعب حتى الآن ما يحدث في الإقليم، ربما تماما كما هي إسرائيل كما نعتقد بأننا لم تستوعب. إسرائيل لو استوعبت لكان انتهجت استراتيجية أخرى، والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لو استوعبت ما يحدث لانتهجت سياسة أخرى. الآن السلطة الفلسطينية تتعامل وكأن شيئا لم يحدث، هي تصر على مواقفها الغير مناسبة وغير أعتقد سياسية ووطنية فيما يتعلق بالمصالح الفلسطينية، هي تصر على استمرار التنسيق الأمني في كل هذا في إطار كل ما يجري من قبل إسرائيل من ضغط وهجوم ويعني استوحاش على القضية الفلسطينية. هي تصر على الذهاب إلى خيار الدولة، وهو يعني ربما يكون جيدا في إطار
المشروع النضالي، ولكنه ليس بديلا عن المشروع النضالي. هي الآن كل المشروع النضالي الفلسطيني يتقزم في مشروع الدولة، هذا يدل على أن هذه السلطة لم تفهم ما يجري. وأيضا حتى نكون موضوعيين، ليس فقط السلطة، حتى حركة المقاومة الإسلامية وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية حتى الآن لم تستطع أن تلتقط اللحظة الثورية الراهنة في العالم العربي لانتقالها إلى الشعب الفلسطيني الذي كان دائما هو مبتدأ الثورات، وللأسف هو الآن يبدو وكأنه متفرجا، ولا يستطيع أن الفلسطينيون الآن أن يقوموا بمظاهرة في رام الله ضد ممارسات إسرائيل القمعية وضد يعني انتهاكاتها اليومية، في حين الشعوب التي كانت تنظر إلى الشعب الفلسطيني على أنه محرك الثورات تخرج الآن في كل بقعة وفي كل قرية صغيرة من هذه القرى العربية المجيدة لتعلن يعني انتفاضة على الخوف وعلى الاستبداد الذي تمارسه أنظمته القمعية. دكتور مكرم، ذكرت بداية بن غوريون واستراتيجيته التي وضعها في الثلاثينيات والتي تبنتها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، لكي أقول أن اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والنظام المصري وإسرائيل والأردن لم تحول الرؤية الإسرائيلية من منظور الأمن إلى منظور السلم والتطور الاجتماعي في العالم العربي، أي أن إسرائيل ما زالت إلى هذه اللحظة تنظر إلى هذا العالم العربي كله من وجهة نظر أمنية فقط لتأمين الغاز والنفط والممرات البحرية واستقرارها الأمني، يعني بدون أن نعم، ولكن في الحياة السياسية والعملية يعني أي شعار يعني يمكن أن تطلقه أو تعمل عليه هو متغير مع الوقت، يعني حسب الحاجات. فإذا كان هنالك حاجة متغيرة، هنالك مبادرة عربية تعتبر أنه حدود 67 يعني مقبولة، فإذا لا يمكن أن تبقى. ولكن إسرائيل لم تقبل بالمبادرة العربية بعد، وإسرائيل ما زالت أستاذ عصام بالرغم من كل هذا الكلام الفضفاض من قبل حزب العمل أو حزب الليكود أو حزب قديمة أو إلى آخره، المؤسسة الإسرائيلية لم تتغير على الإطلاق بوجهتها لما يتعلق للمجتمعات العربية، وهي ما تريد أن تؤمنه، هي تريد أن تؤمن كل مصالحها الاستراتيجية مع أي سلطة وأي نظام في أي دولة عربية، إذا كان إسلاميا وبالتالي أو شيعيا أو قوميا ليس من المهم. وبالتالي فإن هذا القلق سيصبح عاملا حقيقيا وواقعا كلما تغير أي شيء في العالم العربي، وهو متغير بالطبيعة الحال وبطبيعة الدنيا يعني. طبعا، ورد فعل الإسرائيلي دائما وأبدا كان على الجبهة العسكرية الأمنية. إذا هذه الثورات العربية لم تحدث الثورة أو ثورة سياسية في الفكر الإسرائيلي أو في الهوية الإسرائيلية تجاه الهوية العربية أو العالم العربي، وإنما كل ما أحدثته هو اجتماعات استراتيجية للعسكر وللجيش لكي يحاولون السيطرة على ما يجري في العالم العربي. إذن الرؤية هي رؤية أمنية لتأمين الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية والعلاقات التجارية، ولنذكر إسرائيل لها موانئ ولها حركات ملاحة كبيرة وتجارة وصناعة عسكرية، هي تريد أن تؤمن هيمنتها الاقتصادية بواسطة هيمنة أمنية. أستاذ فراس، في ظل هذه الثورات وخصوصا الثورة السورية وهذا الانتفاضة التي يعني أخذت دورا وبعدا ما زال يعني يتفاعل وبدون أي لقاء عربي، أعلنت سوريا عن اعترافها بدولة فلسطين، يعني هذا أعتقد أنه يعني قرار سياسي بائس ويائس، يعني هو كأنه يريد أن يقول للغرب أو للولايات المتحدة بأن لدينا وجها آخر يمكن أن نقدمه لكم، أو لدينا غير الممانعة. يعني لا أريد أن أقول حقيقة حتى أكون موضوعيا، أنا طبعا مؤيد للثورة السورية من ألفها إلى يائها، ولكن لا أريد أن أقول بأن هذا القرار ينقل سوريا من مربع إلى مربع. نحن نتحدث في إطار السياسة وليس هناك شيء ثابت في السياسة. سوريا أرادت أن تقول بأن لديها أوراق لعب، ربما بدأت بتصريحات رامي مخلوف الذي تنصل النظام منه وقال بأنه لا يعبر عن النظام حينما قال بأن استقرار
إسرائيل مرتبط باستقرار النظام، وبعد ذلك هذا القرار الذي ربما قرأ أيضا في إطار الضغط على يعني البعض قرأه في إطار الضغط على فصائل المقاومة حتى الموجودة في سوريا التي لا يرضى النظام السوري عن موقفها، لأن النظام السوري كان ينتظر أو على الأقل الأجهزة يعني المؤسسة الأمنية فيه كانت تنتظر أن تقوم حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من المنظمات الفلسطينية بدور مشابه لما يقوم به حزب الله من إعلان من التماهي التام مع النظام السوري، وهذا لم يحدث بحمد الله، يعني وهو قرار حكيم جدا من هذه المنظمات الفلسطينية بغض النظر عن توجهاتها. أعتقد ربما يقرأ في هذا الاتجاه، والاتجاه الآخر هو أنها تقول للعالم وللغرب بأن لدينا سياسة أخرى إذا اقتربتم منا وإذا يعني قدمتم لدينا لأننا تنازلات وخففتم الضغط ربما يكون لدينا نحن أيضا ما نقدمه، وهو في إطار يعني المبادرات السياسية، ولكن أعتقدها خطوة بائسة ولن تفيد، لأنها تدل على أن النظام لا يزال لا يؤمن بأن شعبه هو من يقرر وليس الغرب والعالم ومؤسسته الأمنية. على النظام السوري إذا أراد أن يفهم حقيقة الأمر أن يفهم أن الشعب هو الذي في النهاية يجب أن يرضى وليس الولايات المتحدة. دكتور مكرم، هنالك أيضا من يقول أو يقرأ في هذه الخطوة السورية الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها يعني تحت حالة وطن، أو كما قال الأستاذ فراس يعني أنه ضمن هذا المفهوم يعني رسائل متبادلة من دولة إلى دول. هنالك من يقول أيضا بأنه هذا مقدمة للاعتراف بإسرائيل باعتبار أنه المشروع الدولي يقوم على قيام دولتين، فإذا اعترفت بواحدة لابد من الاعتراف بالثانية. اللعبة السياسية هي لعبة ربح وخسارة، وإثبات أنك لاعبا في المجالين الإقليمي والعالمي. هنا لربما قد أوسع ما قاله الأستاذ فراس، ولربما أقول أن الاعتراف السوري بالدولة الفلسطينية لم يكن مفاجئا، ولا أعتقد أن لديه أي علاقة وطيدة ومتواصلة مع ما يجري الآن في سوريا داخليا. أعتقد وأذكركم جميعا أن عفوا أستاذ عصام فقط جاء لوحده، أقول لك أن مثلا منذ استشهاد الرئيس عرفات، والذي طبعا هذا ليس خفيا أنه لم يكن يعني يتمتع بشعبية عظيمة بين المؤسسة السورية، ومنذ تسلم الرئيس محمود عباس زمام أمور السلطة والمنظمة تحسنت العلاقات ما بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وبالتالي حتى قبل هذه الاحتجاجات في سوريا قامت سوريا ولأول مرة بالاعتراف بجواز السفر الفلسطيني. إذن لا أعتقد أن هناك يعني اتصال مباشر ما بين ما يحدث داخليا وخارجيا، ولكن إقليميا طبعا سوريا أرادت أن تدعم ما يسمى بالاستحقاق الفلسطيني بسبتمبر والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن ترى أنها ما زالت لاعبا رائدا في العالم العربي. إذن حسب رأيي الموضوع يعني له جذور أعمق، وما يتعلق بالاعتراف السوري الممكن بإسرائيل لنعود إلى الوراء، سوريا وإسرائيل ولمدة طويلة جدا أقامتا حوارا ومفاوضات في واشنطن أدارها باراك ورابينوفيتش، وفي هذه تلك الأثناء كانت أيضا من قبل قادة سوريين في سنة 99 و2000. إذن والموضوع استمر، المفاوضات الغير مباشرة استمرت بواسطة تركيا. إذن سوريا لنقلها وبصراحة على الصعيد الإقليمي، ولا نتكلم على الأمور الداخلية الآن، هي لاعبا استراتيجيا محنكا بما يتعلق بالربح والخسارة، وهي لا تخسر الكثير. يعني براغماتية. نعم جدا. طيب بهذه الحالة أنه هل يمكن لسوريا أو هل يحق لسوريا أن تأخذ مثل هذا القرار منفردة من دون الدول العربية، من دون جامعة الدول العربية؟ أستاذ الكريم، غالبية الدول العربية أصلا اعترفت وقدمت مبادرة سلام مشروطة. نعم، ولكن الاعتراف مشروط أن تقام دولة فلسطينية، لم تقام هذه الدولة الفلسطينية فإذن هي غير موجودة. حسب معلوماتي الرئيس عباس حصل على اعتراف جميع الدول العربية بما يتعلق باستحقاق سبتمبر قيام الدولة الفلسطينية. نعم. لم تقم الآن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أي حدود؟ حدود 67 الغير
يعني هناك نقطة، عفوا دكتور، هناك نقطة هو أن ليس غريبا أن يعترف الأردن بهذه الدولة أو تعترف بالضبط المغرب بهذه الدولة أو قطر أو غيرها، لكن هو كان سوريا. وحتى سوريا لو لم تأتي في وسط هذه الأزمة فكما تفضلت هناك مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، هناك اعتراف مع قليل من التحفظ في المبادرة العربية، هناك اعتراف باثنين أربعة اثنين، إذا سوريا لديها استعداد إذا حصلت على الجولان أن تعترف ليس بالدولة الفلسطينية ولكن بإسرائيل، ولكن خروج التصريح هذا أو الاعتراف في هذا الوقت بالذات ربما يوحي يعني بإيحاءات سياسية ربما لا تكون صحيحة، ولكن خروجها في هذا الوقت كان يعني مميز نقول يعني مثيرا للدلالات وهي تبقى في إطار التحليل السياسي. لم تلاحظ يعني بأنه الرد الفعل الإسرائيلي جاء باهتا على هذا الموقف السوري؟ إسرائيل الآن هي هذه القضية لا يعنيها كثيرا الموقف السوري ولا موقف الدول العربية حقيقة، هي يعنيها التأكد من أن القرار الأمريكي نحو استخدام الفيتو سيبقى مستمرا إلى نهاية الأمر، وهي معنية بإقناع الدول الغربية بأن تحذو حذو الولايات المتحدة برفض هذا القرار. في النهاية هي لو حصلت على يعني 100 كما يقولون أن في 122 دولة وافقت على هذه 28 على هذه المبادرة، فهذا لا يعني شيء إذا الولايات المتحدة اتخذت استخدمت الفيتو، لأنه حسب ميثاق الأمم المتحدة من يقرر التنسيب للجمعية العامة بالاعتراف أو ليس الاعتراف بانضمام دولة جديدة إلى الأمم المتحدة واعتبارها دولة هو مجلس الأمن. مجلس الأمن ينسب للجمعية العامة والجمعية العامة تصوت، الجمعية العامة لا تستطيع أن تصوت دون تنسيب على الملف المقدم من هذه الدولة من قبل مجلس الأمن، فهي معنية أكثر يعني من الغرب. هذه لها مخارج قانونية يمكن اللعب عليها. على كل حال يعني ليس هذا الموضوع أو المناقش الآن. يعني في نهاية البرنامج هنالك يعني من يقول أنه حسب القلق الإسرائيلي من الثورات العربية كان هنالك فشل ذريع من قبل إسرائيل في توقع حدوث هذه الثورات وفي توقع مسارها، وبالقول أنه الفكر العربي في مجمله كان أكثر إدراكا لما يجري، وقد شمل الفشل الإسرائيلي مراكز دراساتهم واستخباراتهم وتقديرات مفكريهم على اختلاف توجهات. هذا كلام، هذا تقييم صحيح حسب رأيي، وأقول هنا أنه طبعا إسرائيل متواجدة في العالم العربي من العراق إلى سوريا إلى مصر إلى السودان بواسطة مخابراتها وشبكاتها بشكل دائم ومستمر ومنذ عشرات السنين، وكفاية أن نقرأ كل الكتب عن العلاقات الأفريقية الإسرائيلية والعلاقات العربية لكي نعرف أنها موجودة أمنيا في جميع هذه الدول، ولكن هي موجودة أيضا أصلا وبالأساس لحماية مصالحها. وحسب رأيي فشلت فشلا ذريعا، وجميع مؤسساتها العسكرية الاستراتيجية فشلت بتنبؤ هذه الاحتجاجات في العالم العربي، ولكن هذا الفشل لا يقتصر فقط على المؤسسات الإسرائيلية الاستراتيجية، هذا الفشل يعني كان أيضا بين المخابرات الأمريكية CIA والفرنسية والبريطانية والإيطالية والألمانية والعربية. إذن جميع المخابرات العالمية فشلت في هذا التنبؤ. هناك من يقول بأنه لا، أنه كان هناك تقدير من قبل الغرب وخصوصا الولايات المتحدة، وإذا تذكر جيدا يعني ذلك اللقاء الذي عقد أو المنتدى الذي عقد في قطر، وجاءت وزيرة الخارجية الأمريكية وطالبت فيه بإعطاء الشعوب بعض الحقوق والتعبئة والإصلاحات والتغييرات. لا، حسب رأيي هذا الكلام كان فقط الاستهلاك. أنا حسب رأيي هذا الكلام كان الاستهلاك الإعلامي، لأن أمريكا تستعمل هذا في كل مكان، في أمريكا اللاتينية وكوبا وأفريقيا وإلى آخره، ولكن حسب رأيي الموضوع هو أن جميع وكالات المخابرات فشلت هذه المرة، وهذه ليست أول مرة، جميع وكالات المخابرات العالمية فشلت أيضا في أن تتحدث أو تظن أو تتخيل أن ما سيحصل في غزة هو استلام السلطة لحماس. كلمة أخيرة على هذا الموضوع إذا شئت، يعني هو ليس فقط فشلت في التوقع ما حدث في تونس وهذا ربما كان طبيعيا، ولكن حتى عندما بدأت الثورة المصرية اتفقت المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية على تحليل مفاده بأن مصر ليست تونس وأن مصر مستقرة، وهذا ما ثبت فشله. أريد أن أخذ من هذه النقطة جملة واحدة، وهو أن على من يفكرون بأن إسرائيل هي الله القدير المتحكم في الكون أن يكفوا عن هذه النظرية، لأن إسرائيل فشلت ليس فقط في
القضاء على الثورة المصرية، ولكنها أيضا فشلت في يعني فشلت حتى في توقع حدوثها ووصولها إلى إسقاط هذا النظام المستبد الذي دام 30 عاما. فراس أبو هلال الكاتب والمحلل السياسي الاستراتيجي، دكتور مكرم خوري الباحث والمحاضر الجامعي، شكرا لحضوركما. نلتقي وإياكم في برامج أخرى بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، إلى اللقاء.